يعني انا قلت ان مش عايز اعيد كلامي. الوقت كان قصير قوي ما بين رحيل مجلس الاداره وما بين ماتش الجيش. الوقت كان قصير جدا، الفرقه ما عرفتش تريكفر من الـ برضو خلي بالك يا سيف ان حته ان انت حد معاك مش دائم، انت الرئيس بتاعك لو انت عارف ان هو ماشي بعد 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 شهرين هيبقى في عندك شكوك في مستقبلك، هل انا هقعد هل انا هل شغلة الالام يعني. نعم قصدك شغلة الالام؟ شغلة الالام يعني في اي شغلانه في اي شغلانه في الدنيا الكلام عامه يعني عموما يعني فالنهارده موضوع التغيرات الاداريه انا يعني أنا, انا انا بشوف ان انا بشوف ان المجالس المعينه بتبقى دايما، وحازم عارف الكلام ده كويس جدا لانه عاشها، وانا عشتها على فكره وانا لعيب في نادي الزمالك في المجلس بتاع الشرق جلال ابراهيم، بتبقى اوقات قاتله لاي لعيب لان انت مش عارف الدنيا رايحه فين، مفيش اللي انت فاهمنا. انا فاكر كويس جدا احنا سنه 2009 2010 لما انا جيت الزمالك احنا كنا فرقه جامده جدا، بتتكلم في ميدو وعمرو زكي واحمد حسن، وبتتكلم في عبد الواحد وفتح الله وعبد الشافي وعمر جابر ومحمد ابراهيم صغيرين والكس موندومو، وبتتكلم فرقه جامده جدا، فرقه تقيله يعني. بس الـ 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 الظروف صعبه، اللعيبه خلي بالك خايفه ان هي تخش، شافت الكلام ده حصل قبل كده فخايفين ان هو ده. بس انا بقول لك المره دي ما تقلقش يعني الامور الماديه هتتحسن. لا انا بتكلم في اللعيبه بتفكر ازاي. ما هو لازم يعني برضو هم يبقى عندهم احترافيه، انت ليك ان انت بتاخد مرتبك بتاخد حاجتك امور ماديه كويسه، انت برضو لازم ترتب نفسك. ماشي يعني بس انا عارف اللعيبه بتفكر ازاي يعني. انت لا اللعيبه سيف دايما بتفكر في انا ليا فلوس هاخدها ازاي، هاخدها ان شاء الله. انا موعود ان انا عقل دي هيتعدل، الناس ترى يا ترى الناس اللي جايه دي هتفي بعهد الناس اللي قبليها ولا لا. حاجات كلها في رايي خلت لعيبه الزمالك بدا الماتش مش مركزه كويس في اخطاء فنيه زي يعني كابتن حازم ما رضاش يتكلم عليها قوي. لا في اخطاء فنيه النهارده انت ونجم عنده في التسخين بتاع مباراه زد عنده شد من الدرجه الاولى في العضله الاماميه. كابتن حازم يقول لك الشد من الدرجه الاولى في العضله الاماميه ده تتكلم مينيمم 2 ويكس، ده دي عضله انت الناس كانت عايزه يلعبوا ماتش الاهلي. الراجل عنده شد في العضله الاماميه جريد 1 طلع قدامنا في تسخين في ماتش زد جريد 1 اللي هي اخف حاجه، بتتكلم في مينيمم عشان ينزل الملعب 2 ويكس. النهارده عشان انت تستعجل لعيب زي ده وتنزله تبدا بيه تخسر تغييره، وبعد كده تروح منزل لعيب بعيد نزل اسامه فيصل لعبه على جنب راجل قوي وبتاع، وخلي مصطفى اخر ثلث ساعه في الوقت اللي انت هتطلع فيه شيكابالا. انت في الماتش بيقابلك مطبات، انت في حاجات ظروف قهريه اللي كابتن حازم كان بيتكلم فيه، ناس غايبه، كورونا، عمر السعيد مش موجود، مفيش بديل، كل الكلام ده كله. انما انت النهارده كمدرب فالماتش بيقابلك مطبات لازم تتعامل معاه صح، لازم تتعامل معاه صح. باتشيكو كوتش كويس؟ لا باتشيكو مدرب هايل، باتشيكو مدرب كويس جدا، ومش عايز الناس ان هي يعني ما ينفعش الناس تتكلم وحش على باتشيكو لان هو فعلا مدرب كويس.